علمت شوف تي في بأن المنشطة التلفزيوني رشيد العلالي صاحب برنامج رشيد شو تم إيقافه قبل قليل من يومه الأربعاء 19 من غشت بسبب خرقه لقانون حالة الطوارئ بمدينة طنجة واقتياده لولاية الأمن. وأوضح مصدر شوف تي في أن إيقاف رشيد العلالي المنشط بالقناة الثانية جاء عقب ظهوره بمجموعة من الصور تبرز خرقه لحالة الطوارئ بشاطئ شقر والذي تم إغلاقه قبل أيام، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات للحد من تفشي كورونا. جدير بالذكر لأن صور رشيد العلالي بدون كمامة أثارت ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، حيث استنكر العديد من النشطاء خرق رشيد العلالي لقوانين حالة الطوارئ الصحية.